السلام عليكم، معكم يزيد من الكيبايلوف بسكرار. أنا في المقابلة اللي جمعت ما بين تضامن سوف وفريق السيار بشباب الرياضي ولاد جلال، رانا مع المدربين. أستاذ فتحي عبيد، مرحبا بك في بسكرة. بكم أكثر أخويا. أعطينا قيمك التربص اللي أجريتوه في مدينة في ولاية بسكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا التربص تاعنا هذا وين اللي جا ما بين المرحلة تاع الذهاب والإياب، هو كما يقولوا باش نعاودوا نردوا لا بريباراسيون فيزيك، نعاودوا نهيئوا لروحنا فيزيكمون، او ميم طون باش نصحوا الاخطاء تاعنا اللي كانت في مرحله الذهاب. حقيقه الامر نشكر اهل المدينه ساعة بصفه عامه، ونشكر الرياضيين تاعها بصفه خاصه اللي عاونونا حتى من ناحيه الملاعب، من ناحيه لاصال. حق عاونونا بالمليح باش يوفرونا كل الظروف باش ينجح لنا التربص هذا. حقيقه الامر التربص فات في اجواء جيده، كانت هناك كما نقولوا الوسائل كل موفره باش ننجحوا ولا باش نخدموا العمل تاعنا اللي كان متراسي. حقيقه حاجه تفرح. واهدافكم، اهداف فريق تضامن سوف في مرحله العوده لهذا الموسم؟ والله الهدف تاعنا احنا ماذا بينا باش نطلعوا فريق من ولايه الواد اللي هو التضامن السوفي، حاوز نطلعوه نردوه للمستوى تاع ناسيونال دو، ولا ماذا بينا نروحوا حتى بروفيسيونيل. مي انا رايحين درجه، حاول جبنا لي جوار من لا ريجيون تاعنا باش يعاونونا. في الحقيقه البطوله اللي رانا فيها رانا في المرتبه كما نقولوا المرتبه الثانيه، الاولى وبعيد علينا دو بوان. مرحله الاياب ماناش باش نطلقوا، لازمنا باش نلعبوا عن الصعود، ماناش طالقين باش نطيشوا كل شيء عن جال باش نطلعوا ان شاء الله. وتقييمكم للمباراه اللي جمعتكم وديا مع فريق سيربي ولاد جلال؟ والله المقابله الاخيره تعرف انت عقليه اللاعبين ديما، المقابله الاخيره واليوم الاخر تلقى اللاعبين كل يحوسوا يروحوا، الكونسنتراسيون تاعهم ما كانتش كاينه ذات في الملعب. بون ممكن ولاد جلال كونسنتراسيون بريمير ميتون كانوا ملاح ونسجلوا لنا هدف، وحنا ما كنا غايبين عن طول الخط. اون دوزيام ميتون صرا العكس، سمعنا نضط في الجوار تاعي اللي رانا ماناش نتمسخروا ولا رجعنا هنا جايين للعمل، وين رجعوا في التركيز تاعهم، ولاد جلال خرجوا من التركيز تاعهم عاد يخموا باش يروحوا. مقابله كما نقولوا مقابله مليحه نظيفه، وين كما نقولوا سي البلان فيزيك خدمنا، سي البلان تكتيك ثاني كاينه اورغانيزاسيون اللي خدمناها جديده في حقيقه الامر راهي مطبقه، والتصحيح الدفاعي اللي كنت منسيستي عليه في التربص هذا وين الحمد لله رب العالمين راه موفق. حتى الهدف اللي سجلوه ولاد جلال سجلوه عن طريق كره ثابته اللي هذه ترجع للروح تاع اللاعبين والاراده تاع اللاعبين، ما يتدخلش فيها لا تاكتيك دو جو تاع لونترينور. على العموم مقابله مليحه وين كملت بالفوز، حتى الفوز يكون من ناحيه النفسيه حاجه مليحه للاعبين تاعنا باش خلينا نعاودوا نبريبارو لا سيمان هذه وين اللي نروحوا فيها البوجلبانة باش نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اعطينا كلمه اخيره كوتش. والله كلمة أخيرة، نشكر الناس بسكرة على الضيافة تاعهم، ونشكر فريق ولاد جلال اللي رحبوا بنا هنايا واستقبلونا استقبال جيد، ونتمنى إن شاء الله تكون ثورة رياضية في الجنوب إن شاء الله. علاش لا باش نكونوا في بارمي ليزيكيب اللي راهي تلعب في البروفيسيونال خاصة الناسيونال، ماذا بينا نشوفوا عدة أفريقيا من الجنوب تكون تم إن شاء الله.
انا مع المدرب جمال بن جاب الله، مدرب فريق الشباب الرياضي ولاد جلال. كوتش مرحبا بك. يعيشك بارك الله فيك، مرحبا بكم انتم في ولاد جلال وشكرا للالتفاته. كيفاش جرت تحضيراتكم لمرحله العوده لهذا الموسم؟ والله احنا التحضير تاعنا كان هنا كل في ولاد جلال، حاولنا ننظموا تربص ولو مغلق هنا في ولاد جلال، لانه بالنظر ربما الامكانيات المحدوده تاع الفريق، وثانيا ما لقيناش يعني مرافق وين يستقبلونا باش نديروا تحضير. حتى كنا احنا اتصلنا بعده مرافق في ولايه في مدينه بسكره، يعني في مقر الولايه، ما قدرناش نتنقلوا لبسكره، نقص الامكانيات اولا، وثانيا كما قلت نقص المرافق. حاولنا نركزوا العمل تاعنا هنا في لمده اسبوع، يعني بصفه عامه جرى في ظروف جيده، يعني استجابه طيبه من طرف اللاعبين، وين الاداره وفرت كل عوامل النجاح لهذا التربص المغلق، وكان العمل يعني بدني اكثر منه يعني جوانب اخرى، حتى نعاودوا يعني كما يقولوا ريشارجيو لي باتري ان شاء الله لفاز روتور. والحمد لله يعني نجحنا في هذا التربص هذا اللي كان ناجح، نقدروا نقولوا ربما 80 85% النقص الوحيد اللي كان هو اللقاءات الوديه، لانه كل الفرق اللي تتصل بها تعتذر على التنقل لولاد جلال لانها بعيده على الفرق. المقابلة الوحيدة اللي جرينا هي المقابلة اليوم ضد واتسوف، من حسن حظنا لأنهم كانوا في تربص في مدينة بسكرة وفي طريق العودة، عودتهم إلى واتسوف اللي نتمنى لهم إن شاء الله يلحقوا بسلامة. جرينا هذه المقابلة الودية الوحيدة في هذا التربص. وتقييمك لهالمباراة هذه اللي جمعتكم مع واتسوف؟ والله احنا كان الهدف تاعنا الوحيد من خلال هذا اللقاء هو يعني اعطاء فرصة لكل اللاعبين ربما اللي ما شاركوش كثير مع الفريق، وهذا هو الشيء اللي جرى يعني حقيقة في الميدان، نظرا لبعض الغيابات تاع بعض اللاعبين للإصابة، وخاصة إصابة بعض اللاعبين يعني كانت في المرحلة الأولى من البطولة وين ما قدرناش نسترجعهم. كان الهدف تاعنا الأول هو إعطاء فرصة للاعبين أكثر، يعني لاعبين شبان ولات الفريق يعني من تكوين الفريق، والحمد لله يعني لاحظنا بأنه كاين تحسن تاع بعض اللاعبين اللي ممكن إقحامهم في المرحلة الثانية من البطولة، وممكن الاعتماد عليهم يعني في اللقاءات الرسميه ان شاء الله بدون تخوف. واهداف الفريق في مرحله العوده ان شاء الله؟ والله احنا الهدف تاعنا الرئيسي هو ضمان البقاء، مثل ما قال رئيس الفريق في بدايه الموسم، ضمان البقاء يعني في مرتبه مشرفه نعطيه صوره طيبه على فريق ولاد جلال، ومزاحمه الفرق الاولى حتى لاخر جوله ان شاء الله، وان كان ما كانش يعني هدف صعود يعني مسطر من الاول، وهذا اللي خلانا ربما في الاستقدامات تاعنا يعني ما كناش مركزين على هذا الهدف. هذا الدليل هو وجود اكثر من 13 لاعب اللي ترقاو من صنف الاواسط لصنف الاكابر اللي راهم ينشطوا الفريق، منهم حوالي 3 و4 اللي راهم يلعبوا يعني كاساسيين، وباذن الله في مرحله العوده راح يكون اكثر العدد اكثر. احنا رانا بصدد تشكيل فريق تنافسي ان شاء الله للمواسم المقبله، ونتمناو ان شاء الله انه واذا جات طلعه في الطريق ما نقولوش لا. كلمه اخيره كوتش تحب تضيفها؟ والله احنا نقولوا ربما الكلمة الأخيرة نوجهها للأنصار تاع فريق ولاد جلال، اللي نطلبوا منهم أنهم يصبروا شوية، لأنه الشباب هذو ما عندهمش خبرة كبيرة يعني في المستوى هذا وفي المنافسات الرسمية، مش كما المنافسات الودية ولا كما تلعب يعني في 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 فئة الأوسط، يصبروا عليهم شوية وما يأثروش عليهم يعني يكون تأثير سلبي، نتمنى أنهم يشجعوهم ويحمسوهم باش إن شاء الله بإذن الله يبرزوا في الموسم القادم إن شاء الله، ولما لا يشكلوا فريق يعني التعداد يكون معظمه من 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 يعني من تكوين الفريق إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة كوتش وبارك الله فيك. لاعب تضامن وتسوف لاعب طعابة جمال مرحبا بك في بسكرة. بيك وهلا وناس بسكرة مضيفين. انا عندي صديقي وحبيبي نصر.
لي افيك بليزير لعبت معاه وانسان مولا خير ونبلغ له تحيه من هذا المنبر نبلغ له تحيه ان شاء الله تكون وصلت. خويا مرحبا بك في بسكرا وقلنا كيفاش فات تحضيراتكم في هذا الستاج اللي كنتوا اديتوه في ولايه بسكرا. لا والله الستاج كان مليح الحمد لله لقينا اجواء مليحه في بسكرا ميم الكليما ساعدتنا باش نخدموا هبا كون تروح منا ولا منا برد الحال تعرف جون في الاخر ما بين الفازرالي والروتور هذا لازمنا نخدموا باش نعمروا شويه الباطا كيما يقولوا نخدموا شويه تكتيك دو جو كذا ونرجعوا نعاودوا حساباتنا باش نبداو الروتور ان شاء الله انطلاقه مليحه والهدف تاعنا هو صعود لو كان صعود ما نكونوش في الاخر ان شاء الله يا خويا في الفاز روتور ان شاء الله هذه الخدمه تنفعنا وتعطينا دافع مليح باش ان شاء الله نكون واقفين حتى نهايه الموسم باش نجيبوا البطوله الحق الهدف تاعنا ان شاء الله. اهدافكم ما قلت لي لهذا الموسم مش هدفنا لاكسيسيو طلعه الهدف تاعنا هي لاكسيسيو طلعه راني نمشيو ماتش بار ماتش وان شاء الله يا ربي يجيب الخير ونطلعوا ان شاء الله نحقوا الهدف اللي رانا لينا مسطرين ان شاء الله واللي جينا على جالو باش نلعبوا حنا مع ليكيب هذه ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحه جمال ومرحبا بك خطره اخرى. الله يسلمك وميرسي وصافي بليزير نجيو بسكره هنا نديرو ستاج. لاعب الشباب الرياضي ولاد جلال ناصر مرحبا بك. بارك فيك ان شاء الله يزيد خويا ومرحبا بكم انتم في ولاد جلال يزيد كمال الشيخ ناصر مرغاد. الله يعيشك. الله يسلمك خويا ربي يحفظك. كيفاش فات التربص تاعكم اللي اديتوه في الاسبوع هذا؟ والله تربص مده 10 ايام درنا تربص مغلق هنا في ولاد جلال مده 10 ايام فات بيان الحمد لله خدمنا فيه فيزيك خدمنا فيه كل ان شاء الله باش نبريباري وان شاء الله مرحله العوده في ارتاحيه ونبريباري ان شاء الله الشامبيون تاعنا تاع الروتور ان شاء الله. واهدافكم لهذا الموسم ان شاء الله؟ والله الاهداف كانت هو الهدف الاول المسطر هو البقاء في بارتاحيه كما نقولوا. جينا ماتش بار ماتش لقينا روحنا سما فلاكورس سما فلاكورس دوكا عاود دوكا في لافاز روتور ان شاء الله دوكا راح نجيروها ماتش بار ماتش الاولى وهرب علينا بثمانيه وما يخفالكش اللي راهم قدامنا الاولى كل يجونا لهنا ولاد جلال. نبريباري ان شاء الله مرحله العوده مقابله ان شاء الله واللي فيها الخير ان شاء الله. هذيك واش تحب تقول ناصر الانصار تاع ولاد جلال؟ ان شاء الله يصبروا علينا برك والنتائج هاي جات كنا المره الاولى كنا نديروا في موفيز ريزلت ومن بعد جات النتائج يصبروا علينا ان شاء الله والهدف ان شاء الله اللي رانا مسطرين ان شاء الله نحققوه ان شاء الله واللي ما نسعوا ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه اخويا ناصر بارك الله فيك.